تعرفتم سابقا على الطور البيني والذي يمثل الجزء الاكبر من دوره حياه الخليه بينما تنمو ويتضاعف الحمض النووي فيها ويكبر حجمها اما في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الانقسام الخلوي وخصوصا الانقسام المتساوي الانقسام المتساوي هو العمليه التي تؤدي الى انقسام النواه الى نواتين وكل منهما لها ذات المعلومات الوراثيه للنواه الاصليه ولانهاء الانقسام المتساوي يحدث انقسام السيتوبلازم وهو الذي يفصل النواتين لتصبح كل واحده في خليه منفصله عند انقسام السيتوبلازم هنا حيث تتحول الخليه الى خليتين انظروا كيف يحدث كل هذا في نهايه الطور البيني كما هو موضح هنا يكون لديكم هذه الخليه الكبيره التي تحتوي على نسختين من الحمض النووي DNA ولديكم جسيمان مركزيان إذا الخطوة الأولى من الانقسام المتساوي تتضمن وجود الخلية الأصلية وستلاحظون حدوث عدة أمور أولاً سيتحول الحمض النووي DNA والكروموسومات من وضعية الكروماتين حيث يكونان متباعدين عن بعضهما البعض الى وضعيه اكثر كثافه مما يمكنكم من رؤيتهما باستخدام المجهر الضوئي على سبيل المثال لديكم هنا الكروموسوم باللون البنفسجي ويتكون من شريطين من الكروموتيدات الشقيقه بعد المضاعفه سيظهر بهذا الشكل إذا نظرتم إليه باستخدام مجهر ضوئي. لن يكون لونه بنفسجيًا بالتأكيد، ولكننا نتحدث هنا عن شكله. سيكون شكله مشابهًا للكروموسومات التي ترونها عادة في الكتب المدرسية، ويحتوي على القطعة المركزية التي تتصل عندها الكروماتيدات الشقيقة. عندما تتصل الكروماتيدات الشقيقة ببعضها، تكون كروموسومًا واحدًا. حتى قبل المضاعفة، كانت الرسومات باللون البنفسجي الموجودة هنا تشكل كروموسومًا واحد. ها هو الكروموسوم باللون الأزرق، وهو في الحالة المكثفة، حيث يوجد هنا كروماتيد شقيق وهنا كروماتيد شقيق آخر، ويلتقيان عند القطعة المركزية، ويكونون في حالة التكثف عند الوصول إلى مرحلة الانقسام المتساوي، ويبدأ الغشاء النووي بالاختفاء تدريجيًا. ويبدا الجسيمان المركزيان بالهجره الى الاقطاب المتقابله من الخليه اي ان احدهما يذهب الى هذه الجهه والاخر يذهب الى الجهه المقابله والامر المثير للدهشه هنا ان هذا كله يحدث في الخليه وهي لا تحتوي على عقل فجميع هذه العمليات تحدث نتيجه لتفاعلات كيميائيه وديناميكيه حراريه بالاعتماد على بعض المحفزات التي تظهر في الخلية خلال دورة حياتها، توصل العلم إلى كيفية حدوث هذه العمليات. لكن العلماء لا زالوا يحاولون فهم كيف يمكن لبعض العمليات أن تحدث في الوقت المناسب لها، وما هي المحفزات التي أدت إلى حدوثها. في بعض الأحيان، تكون المحفزات على مستوى الجزيئات أو حتى الذرات. على أي حال، هذه هي المرحله الاولى من الانقسام المتساوي وهذا هو الغشاء النووي حيث يبدا بالاختفاء والجسيمان المركزيان يهاجران الى القطبين المتقابلين من الخليه ويتكثف الحمض النووي ليصل الى حاله من حالات تكثف الكروموسومات وهو ما يسمى بالطور التمهيدي للانقسام المتساوي والان في المرحله التاليه سارسم الخليه مجددا سيختفي الغشاء النووي تماما وتبدا الكروموسومات